زي ما في ناس بتعاني من زيادة الوزن في رمضان، في ناس بتعاني من زيادة النحافة برمضان، بالذات الناس اللي بتعاني بالأصل من نقص الوزن. بأنصح الناس إنهم ما يأكلوا وجبة كاملة، يكون وجباتهم متقطعة، يكثروا من تناول القيمة الغذائية للوجبة مثل الأفوكادو والبطاطا المقلية، أيضا تناول المكسرات قليلة الاستواء، الموز، وممكن عصير الحليب مع الموز، الحليب كامل الدسم مع الموز، وأيضا تناول زبدة الفول السوداني والزبدة البلدية.